واخيرا ما هي الغنوصيه؟ غادي نرجعوا للغنوصيه عاوتاني. هاد الغنوصيه غادي تبقى تابعاني حتى للقبر وقيله. شنو هي الغنوصيه؟ دابا كثرت ما هضرنا على الغنوصيه ولا دابا الناس تيصحابهم راه شي حاجه الغنوصيه، وهي فعلا راه شي حاجه، راه something interesting، واحد الحاجه اللي very very interesting، واللي كانت من الاسباب اللي شككتني في الدين الاسلامي. لا تجاني واحد الميساج الاخوان لان كون ذكرت شي حاجه ماشي هي هذيك. اوكي خلي تنجاوبوا من بعد تخون هذا. فشنو هي الغنوصيه؟ الغنوصيه هي كلمه يونانيه، الاصل ديالها يوناني من غنوسيس. غنوسيس تتعني المعرفه. المهم اللي سامعين هذا الهضره مليون مره يسمحوا لي غير باش نديرها دابا ونعقل على الوقت ديال هاد فوقاش شرحت الغنوصيه بالوقت وبلادات وبالفيديو. غير شي واحد يذكر الغنوصيه نعطيه ليه بالوقت، تعرف داك اليوتيوب بلي غير يكليك عليها يبدا يسمع. فالغنوصيه ورانا من تولدت وانا حامض اخويا سكيبتيك مايند. يعني المشكل هو انت علاش جالس في الحموضه؟ سير تعسل في شي روم للكاميرات ولا شي حاجه، هنا راه غاده كاينه الحموضيه هنا. فهي مغنوسيس، غنوسيس هي المعرفه، وهاد المعرفه هادي هي واحد المعرفه، يعني غنوسيس تتعني المعرفه في اليونانيه، داكشي علاش اغنوستيك تتعني لا ادري، يعني لا يعرف، اغنوستيك ديك الأ ديال النفي. غنوسيس تتعني المعرفه، يعني واحد نوليدج، واحد شو بالفرنسي كونيسونس، شي معرفه اللي هي سريه وخفيه، يعني ما صعيب انك توصل لها. الناس الغنوصيين تيقولوا انهم هما اللي عندهم هاد المعرفه هادي. بلاتي نرجع لكم واقيلا اللور باش تفهم الامور احسن. يعني هاد الغنوصيه هادي منين بدات؟ يعني الغنوصيه واش هي مساله مسيحيه 100%؟ نو. الغنوصيه كانت في القرن الاول الميلادي، كانت حتى في اليهوديه كانت الغنوصيه، غير هي في المسيحيه يا ربما تكون اقدم طبعا، ولكن هي في اللي معروف تعرفات اكثر مع المسيحيه، ولكن كانت في اليهوديه، بدات في القرن الاول الميلادي، بدات مع اليهوديه بعد دمار الهيكل بدات. نركز على المسيحيه لان هي اللي مهمه. فالغنوصيين، الغنوصيه هي ماشي دين ولا يعني تقول مذهب ولا شي حاجه، هي تقدر تقول حركه، يعني حركة، تقدر تقول فلسفة، تقدر تقول فكر، يعني هي ماشي شي حاجة قائمة عندها مثلا مؤسسة سميتها مؤسسات الغنوصية ولا كان عندها مدارس ولا هذه. فهي واحد الحركة. هاد الغنوصيين هادو كانوا تيعتبروا راسهم أنهم عندهم هذيك المعرفة السرية، ديك المعرفة الخفية، وهاد المعرفة الخفية هي طريق الخلاص. يعني بلا هاد المعرفة الخفية ما غاديش تخلص، ما غاديش يكون عندك الخلاص، سالفيشن ما كيناش، ضروري هاد المعرفة الخفية هادي. فالغنوصيين بطبعهم هم روحانيين، هم روحانيين تيأمنوا أن هاد العالم اللي احنا عايشين فيه، العالم المادي كله شرير، كله شر. راه الغنوصيه بعض المرات راه ميك سنس، يعني عندها معقوله في شي حوايج. فهاد العالم المادي هو عالم شرير، او ما كاينش كاع. يعني بحال اللي تقول غير وهم، فهو اما شر ولا وهم. وحنايا الناس، حنا لي زومان، يعني الناس حنايا ارواح، حنا الاصل ديالنا روح، محبوسين في هذا الجسد هذا اللي عايشين فيه. يعني هذا الجسد حنا اللي عايشين فيه هو سجن ديال هذيك الروح اللي هي الاصل، اللي حنا ارواح. وهذا الجسد، هذا الكاروسري، هذه الماده،
هي اللي تتبعدنا على الحقيقة ديالنا اللي هي روحانية. وش فهمتوا هذه النقطة هذه؟ يعني احنا الأصل روح وعايشين في هذا الجسد اللي هو مادي اللي هو شرير اللي تبعدنا على الحقيقة ديالنا. فهاد العالم هذا غير عصافر الرويضة، يعني هاد العالم اللي احنا فيه غير عصافر الرويضة يعني للروح ديالنا حنايا. وهاد العالم أتزيد تحماض القضية، هاد العالم هذا كله راه ماشي الخالق اللي خلقه، يعني ماشي هذا اللي تتقول عليه الله هو اللي خلق هذا العالم المادي اللي 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 تتشوف فيه اللي احنا عايشين فيه. هذا العالم المادي ولا الخالق خلق واحد العالم روحاني، الخالق خلق عالم روحاني ماشي مادي، الخالق خلق واحد المخلوقات روحانية ماشي مادية. فواحد من هذه المخلوقات الروحانية، واحد من هذه المخلوقات الروحانية هو اللي خلق العالم المادي. شتي على اخوات كي داير؟ واحد من المخلوقات الروحانية اللي خلقها الخالق هو اللي خلق العالم المادي ماشي الخالق. الخالق ما تيخلقش لحد المادة، ما خلقش شي حاجة مادية. فهذا المخلوق الروحاني ترمل ليه الضمير هو يخلق عالم المادي هذا اللي تنعيشوا فيه احنا. فهذا العالم هذا اللي يعني وخا خلقوا واحد المخلوق روحاني، وخا هو عالم مادي، لان خلقوا واحد المخلوق روحاني بقى واحد تقول تقدر تقول بحال واحد الدشاش ديال 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 الروحانيه فيه، بقى فيه واحد الدشاش ديال الروحانيه. هذا الدشاش ديال الروحانيه اللي في هذا العالم المادي هو اللي فينا حنايا. وهي راه الغنوصيه راه هكا، يعني راه يعني من تبقى تهضر على المعرفه الخفيه والمعرفه السريه، ولكن غير ركزوا معايا شويه راه غادي تفهموا القصه كيفاش غادي توصل. اعدكم الاخوان انها غادي توصل للاسلام، غير زيروا معايا أتوصل توصل للإسلام. بغيتو أتوصل للإسلام نوصلو ربها للإسلام، غير ركزوا شوية. فاحنا قلنا هاد العالم المادي اللي خلقوا داك المخلوق الروحاني فيه شوية دشاش ديال الروح، وهذا الروح دشاش ديال الروح اللي فيه هي اللي فينا حنايا. إذا حنا خصنا نحرروا هاد الروح هادي اللي محبوسة في الجسد، نحرروها باش ترجع للعالم الروحاني. يعني احنا بحال اللي الروح، احنا بحال اللي مسجونين في الجسد ديالنا، خصنا نرجعوا هذه الروح هذه للعالم الروحاني. اوكي، فباش نرجعوها للعالم الروحاني شنو خصنا؟ خصنا المعرفه السريه. شتي، خصنا المعرفه السريه هي اللي غادي توصلنا بحال واحد الكود، بحال هذاك الكود هو ديك المعرفه خصنا باش نقدروا نمشيو للعالم، نتعاودوا نتكونيكتاو مع العالم الروحاني اللي احنا في الاصل فيه. اوكي، هاي زيروا معايا شويه. فشكون اللي غادي يجيب لينا هذه المعرفه السريه؟ شكون؟ من غير هذاك اللي قد لي المسعوده. وي عارف. شكون اللي غادي يجيب لينا دابا؟ لا شكون اللي غادي يجيب لنا هذه المعرفه السريه؟ هذا سؤال مهم. فاللي غادي يجيب لنا المعرفه السريه خصو يكون من العالم الروحاني، ما يمكنش يكون من العالم المادي، خصو يكون هو من العالم الروحاني. في المسيحيه شكون اللي جا من العالم الروحاني؟ المسيح. راه قلت لك قبيله من غير هذاك اللي قاد لي المسائل. فالمسيح هو اللي جاب لنا المعرفة السرية اللي غادي ترجعنا للعالم الروحاني، هو اللي جاب لنا ديك المعرفة الخفية. الآن قلت لكم أنا نوصلكم للإسلام، قلت لكم ها زيروا معايا غنوصلوا للإسلام. فإذا كان المسيح جاي من العالم الروحاني، يعني داك الجسد اللي هو كان فيه شنو؟ ياك هو من عالم روحاني، ياك هو ما لا علاقة له بالعالم المادي، هو جاي من عالم روحاني،
إذن ذاك الجسد اللي هو ذاك الجسد ديالو إذن كان ما كاينش غير وهم غير تيبان لينا غير تيظهر لينا أنه جسد غير تيتشابه لينا أنه جسد. فهاد القضية ديال تيتشابه لينا تيتهيئ لينا تيبان لينا شي وحدين بدا يدخلهم الإسلام شوية. فهاد القضية ديال تيتشابه لينا هادي يعني نقدروا نجمعوها في ديك التسمية ديالها الديسوتية أو لا الدوسيتية. هاد الدوسيتية في اليونانية تتعني تيبان بحال أو يظهرك أو شبه لهم. المعقول. فمن تصلب المسيح من تصلب رجعوا للغنوصية رجعوا للفكر الغنوصي من المسيح تصلب ياك الغنوصية تتقول لنا بأنه روح ما عندوش علاقة بالمادة. إذن هذاك الجسد اللي شافوه الناس تيتصلب راه غير شبه لهم أو لا الإخوان راه يشبه لهم وخا شافوا جسد تيتصلب راه يشبه لهم. وهذه راه ما فهمهاش كاتب القرآن إلا كاتب القرآن مسكين كان غير كور وعطى العور. يعني جاتوا الأفكار الغنوصية وجاتوا الأفكار الأخرى ديال الهرطاقات الأخرين ودخل كل شيء في القرآن. دخل يعني داك شيء ديال المسيح هو إنسان كامل ما فيه حتى شي حاجة اللاهوت ودخل كذلك الفكر الغنوصي اللي كان في القرآن في هذيك الآية ديال شبه لهم. هذاك فكر غنوصي هذا يعني تمشي عند شي واحد غنوصي وتقول ليه بأن ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم غادي يسلم عليك ويقول لك زيد معانا راه عندنا واحد اللي ما ولا شي حاجة تمشي مع عادي. هذاك فكر غنوصي 100% أن هذاك السيد اللي تصلب وتقتل راه ما يمكنش يكون المسيح لأن المسيح هو يعني مخلوق روحاني أو كائن روحاني لا علاقة له بالمادة. فهذه آخر مرة غادي نشرح الغنوصية هي راه فيها مازال بزاف ما يتقال ولكن آخر مرة غادي نشرح الغنوصية. إذن استروا لي على التوقيت باش شي نهار شي واحد يقول غنوصية غادي له حالي. تنتمنى تكونوا فهمتوا شوية من التخربيق هذا شي حاجة. وسير الله ينعل ربك اللي سولتي على الغنوصية. نيكست ما فهمت والو يعني انا كنت حتى نهضر وصافي اوكي.